اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مع بدايه اسبوع السعاده والهنا يا رب على كل الساده المشاهدين. معانا سجق. السجق متهم دايما ان هو بيتعمل سندوتش او يتعمل طاجن. انا هعمله فطيره النهارده بالخضار، لها تفاصيل كتيره. هيتعمل لها عجينه الفطاير، والسجق ده هيخش على النار، هياخد بعض التوابل وبعض الخلطه، حاجه لطيفه كده وحاجه جديده. معانا الفاصوليا البيضاء، بروتين نباتي بتتصدر القائمه الاولى في الهرم الغذائي، زيها زي الفول زي الحمص، ولكن هي عزيزه شويه لانها كمان مفيده للكلى. حتى هي شكلها فلقتين كده لما بتتفتح بتبقى شبه الكلى، سبحان الله. فانا هعملها النهارده نوع من انواع المقبلات بالطحينه. الناس اللي عندها مشكلة مع الفاصوليا والبقوليات عشان الكولون، احنا هنعالج المشكلة دي النهاردة ونعملها نوع من انواع المقبلات مع الطحينة زيها زي الحمص الشام. هنشوف نقدمها ازاي. معايا كمان مكرونة للأطفال الحلوين اللي بيحبوني وانا بحبهم، هنعمل لهم مكرونة بالجبنة، حاجة كده ملزلزة تبقى الجبنة مع المكرونة. وأفضل أنواع المكرونة اللي تتعمل بالجبنة أو بصوصات الجبنة هي المكرونة البنة. ليه يا عم الشيف؟ عشان بتبقى مخرمة، بتشيل من الصوصات كده وبتبقى لطيفة وحلوة، والواحد ياكلها تبقى سلسة معاه. معانا النهاردة بمناسبة طبعا الإعلام، ومناسبة طبعا الاهتمام الكبير من الجهة الإعلامية لخبز البطاطا. بنشوف طبعا بعض القنوات بتقول ان احنا لازم ان احنا نستخدم دقيق البطاطا في المخبوزات بتاعتنا، وده ترشيد لاستهلاك الدقيق، وفي نفس الوقت كمان حاجه جديده. الهند سبقونا في استخدامهم لدقيق البطاطا في حاجات كتيره قوي، هو ده يعتبر دلوقتي محصولهم الاساسي. احنا معانا دقيق البطاطا النهارده هنعمله كب كيك للاطفال الحلوين، حاجه جديده وقيمته الغذائيه عاليه جدا. واحنا عارفين البطاطا الحمراء بتاعتنا بالذات من خير ارضنا تقدر تستخدمها في حاجات كتيره، حلويات او اطباق خضار زي ما احنا حابين. هنعملها كب كيك النهارده ونديها فليفر من الفانيليا، عصير برتقال زيها زي الدقيق. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. صدقوني بجد هتعجبكم، لان انا شخصيا جربتها حلوه قوي. حلقه فيها تفاصيل كتيره، فيها معلومه غير معلومه، فيها كمان خبره طهويه بتكلفه قليله جدا. ولكن عايز اقول قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا، انتظروا مننا كالعاده على شاشه القناه الاولى مفاجات في اربع ايام العيد. اول يوم العيد، وتاني يوم العيد، وتالت يوم العيد، ورابع يوم العيد. معاكم الشيف المغازي مش سايبكم. حلويات الخروف واللحمه الضاني والكندوز والباري، مش هنسيب حاجه الا لما نعملها من اول الفتت لحمه الراس لغايه لما نروح على الكبده والكلاوي نشوف ناكلها مع بعض ازاي. تابع الشيف المغازي بعد الفاصل. اطرحوا بقى. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا نشوفوا استخدامنا لدقيق البطاطا للبطاطا الحلوه ازاي بنستخدمها حتى في الحلويات. احنا كده كده بنحب ناكلها مشويه، نحب ناكلها صينيه بالكريمه، عملناها الاسبوع الماضي، عملناها عيش بطريقه سهله وبسيطه. استخدمنا دقيق البطاطا بدل الدقيق العادي مع خميره وكانت زي الفل. معانا مقادير الكب كيك بدقيق البطاطا، المقادير على الشاشه، والصوره الحلوه بدقيق البطاطا تتحدث عن نفسها. معانا دقيق بطاطا، ومعانا دقيق من العادي كميه قليله، معانا من السكر نص كوب، من الزيت ربع كوب، فانيليا، بيكنج باودر ثلاث بيضات، واحد كوب من الحليب. عايزه تحط عصير برتقال اختياري برغبتك. المقادير بسيطه وسهله على الشاشه، ومعانا قوالب الكب كيك لطيفه وزي الفل. تعالوا نشوفوا نعمله ازاي بطريقه سهله للاولاد تبقى حلوه. وعلى فكره يبقى الحلو ده في ايام العيد للاولاد، بيعيدوا على بعض عند كل عندنا اولادنا، اولاد العيله، اولاد الاسره جايين يلاقوا حاجه حلوه لطيفه وبسيطه وسهله. اول حاجه هعملها اضافه المواد السائله اللي هو زي الزيت والبيض والحليب مع بعض كده. عشان الحليب عشان البيض يدوب معاك بسرعه تعملي حاجه حلوه. ايه هي؟ تكسير البيض كده يطلع قبل الاستخدام من الثلاجه ب 10 دقائق بالشكل ده كده. ما ينفعش انك تطلعي البيض من الثلاجه وتستخدميه على طول حتى لو بقاله فتره طويله. بننزل بالسكر على البيض علشان يدوب بسرعه. نقلبهم مع بعض كده واحده واحده اهو. المبتدئين في المطبخ عايزين يخشوا النهارده يعملوا كب كيك، هتقولوا لي دلوقتي شيف مغازي الله يسامحك انا ما عنديش في المنطقه اللي فيها دقيق بطاطا، اعمل ايه؟ حلو قوي. هتجيب البطاطا الحلوه وهي معانا اهي على الشاشه، خرجنا الجميل. البطاطا الحلوه تجيبيها تسلويها بالقشره بتاعتها زي ما هي، بعد ما تسليها بتسيبيها لما تبرد
وتشيل القشرة وبعدين تهرسيها وتستخدميها زي نفس الاستخدام. اهو ادي البيض كده مع السكر داب، نحط الفانيليا الطبيعي عشان الزفرة، ننزل بالحليب وننزل بكمية الزيت ونقلب كده، يتأكد ان كله بقى مزيج واحد، دقيق زيت والبيض والحليب والفانيليا والسكر. يا مي ازاي؟ ازيك يا سيف؟ اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا مي. ازيك يا سيف؟ ايوه يا مي. سامعك. كل اكلاتك. نعمين. انا بعمل كل اكلاتك. قولي لي ايه رايك في المطبخ؟ انا سامعك. طب استاذنك وقت التلفزيون عشان تسمعيني واسمعك. شكرا. يا مي معاك يا سيف. اتفضلي. شفت دي البطاطا يا مي نازل على السائل اهوت زي الفل. انا كنت ما بحبهاش بس اول ما انت عملتها بقيت بحبها. الله يبارك لك يا مي. عمرين. اشكرك يا مي، اشكرك يا مي. حطيت انا العيار دلوقتي اللي هو كوبايتين دقيق بطاطا مع كوبايه من الدقيق، اقلبهم كده اهو. اهو شفت المزيج ده كده اهو. نشيل ده بقى خلاص ونقلب حاجه تانية زي الفل كده. شفتي القوام اهوت بالشكل ده كده اهو. دي البطاطا كانك بتستخدم بطاطا حلوه عادي اهو. يبقى احنا قلنا مع بعض ما لقيتيش دي البطاطا في المنطقه اللي انت فيها، كل اللي هتعمليه انك انت تجيبي البطاطا الحلوه، بعد ما تجيبيها وتسلويها تسيبها لما تبرد خالص، بردت تشيل القشره بتاعتها وتهرسيها جامد، بقت معاك زي الفل بنفس المقادير اهو. هنعمل ايه يا عم الشيف بقى عشان نعمل الكب كيك وانا شغال كده؟ حاجه كده زي الفل. هجيب معلقه واجيب في العيار بتاعي شويه زيت كده صغيرين بالراحه خالص اهوت. عايز اشتغل بقى بتكنيك عالي كده، امال فين الخبره؟ اهو شويه زيت اهوت هنا، ونجيب معلقتين يا عم الشيف، وتعالوا نوزع كميه الكب كيك او كميه العجينه اللي عملتها على القوالب بتاعتي بشكل شيك كده حلو زي الفل. هنعمل ايه؟ ادي القوالب اهيت، ونحط المعلقتين في الزيت كده، وناخد من العيار ده كده اهو ونحط كده. حلو اهو. تاني اهو، ما بعملش حاجه انا اهو، هي المعلقه في قلب الزيت بتخلينا اتحكم في الكميه اللي باخدها في القالب، ونفس الوقت كمان يا عم الشيف بتسلك لي المعلقه بتاعتي اهو. ينفع ميه يا شيف؟ لا، يفضل زيت. بيدي لمعه ويديها شكل حلو. اهم حاجه عندك هنا بقى درجه حراره الفرن تكون 180. حلو، يعني الفرن يكون شغال مسبقا. ما ينفعش انك تحط الكب كيك في فرن بارد. عايزه تجودي بقى وتبقى احسن من الشيف المغازي، وانت كده كده احسن من الشيف، تعملي حاجه حلوه قوي. عندك لوز، يا مزاج اللوز، تجيبي حبايه لوز بعد ما تنقعيها في شويه ميه سخنين تكون متقشره، تحطيها جوه الكب كيك ده. بلاش لوز، تجيبي حبايه تمر تفتحيها وتشيلي النوايا منها وتحطها جوه العجينه اللي انا عاملها دي. يعني دي افكار كلها انا بديك الصوره مفتوحه علشان تجودي وتبقى احسن مني اهو. خلي بالك، يعني تقدر تجيب التمر وتشيلي النوايا منه وتحطها جوه العجينه، يبقى عملت كب كيك بالتمر مع البطاطا. تقدري اللوز نفس الطريقه. شوكولاته، شوكولاته، انا عارفك بتحب الشوكولاته يا شفيق. جيبي مكعبات شوكولاته قطعيها مربعات صغيره كده زي السكر القوالب، وتحطيها جوه العجينه دي كده. اختياري بقى اهو. احنا مع بعض على عينك يا تاجر. الفرن عندنا جاهز، حط الخليط ده في الفرن دلوقتي ونشوفه بعد ما يخش الفرن لمده تقريبا 20 دقيقه هيطلع شكله ايه. ده الطبيعي. نشوف انا واحده ناقصه فيهم كده نزودها عشان يبقى كلهم قد بعض. دي ناقصه شويه زي الفل.
واعمل ليه كده بالمعلقه دي كده، اساوي كده بالشكل ده كده عشان تطلع زي الفل، وادخلها الفرن كده. ما خدتش وقت مني كتير، بقى عندي عجينه زي اللي معايا دي كده، ممكن احطها في قالب كبير اكبر من ده شويه. تمام، درجه حراره الفرن عندي 180. يبقى انا عملت هنا الكب كيك بدقيق البطاطا او بالبطاطا المهروسه. المقادير على الشاشه كمان مره يا استاذ رحاب بعد اذنك، هندخلها الفرن. اهي دي تنزل كده في النص، عينيا اهو، هننزل الشبكه دي هنا اهي. اهي يا غالي اهي، انا عارف انت عايز ايه يا سيد الناس. زي الفل، بص عليها كده. يلا اللهم صل على النبي. كب كيك بدقيق البطاطا اهو، ده في الفرن. يلا توكلنا على الله. طيب طيب، هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وطبعا نروق الكاونتر بتاعنا، وهنرجع مع فطيره السجق بطريقه جديده النهارده، معاها خضار ومعاها عجينه، لها تفاصيل كتير قوي هنهتم بيها. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع شوية سجق بلدي موصي الجزار عليهم. السجق البلدي الحلو بتاعنا ده كده اهو، احنا شطار في عمايله. ان شاء الله في اجازة العيد مع بعض هنعمل سجق ونعمل بمبار ونعمل لحمة راس. السجق البلدي ده يا عم الشيف هنعمله فطيرة دلوقتي، هتعجب حضراتكم اهو. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. هنخليه على جنب كده، انا بحب تحمير البصلة والكرملة بتاعتها مع الفطيره بتدي طعم. مقادير على الشاشه، سجق بلدي حته حلو من عند الجزار، معانا بصل، معانا تشكيله من الخضار، الفلفل الالوان، عايزه تحط كوسه، تحط بتنجان، الخضار اللي انت حباه. بصل يتقطع كده يتحط في قلب الزيت، اللهم صل على النبي، ونسيب البصله دي تتحمر كده بشياكه. ناخد السجق بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي، تعالى هو ده. انا بقى حابب ان السجق يبقى ايه، سليم، مش هقطعه بالشكل ده كده اهو. تاني هنا في الطبق، ودايما السكينه معاك تكون حاميه علشان نحافظ على شكل السجق ده، يبقى معانا بالشكل ده كده اهو. البصله بتتحمر، تاخد الكرمله بتاعتها. هننزل بالسجق بتاعنا الحلو دلوقتي. وفكرة الفطيرة دي جت منين؟ المطبخ الهندي مشهور بالمعجنات في الطواجن بتاعته. دايما تلاقي تشكيلة من اللحمة، لحم ضاني معاه خضار معاه الكاري، ومحطوط في الطاجن، والطاجن ده يحتوي عجينة حلوة. العجينة دي بيخشها بقدونس، يخشها توم، يخشها بصل، بتبقى الواحد بيسيب اللي في الطاجن وياكل العجينة. ده المطبخ الهندي. فتعالوا مع بعض نعمل النهاردة السجق ده بطريقة حلوة كده. شايفين السجق ده كده في قلب الطاجن، في قلب الطاسه اهو. مش هقلبه كتير، انا هحط ده كله كده واغطيه يا محمود. تعالوا مع بعض، السجق في قلب النار، مش بضرب فيه السكينه ولا الشوكه، بخليه زي ما هو كده. انا عايز شكله، لانه ده لما باخد صدمه ناريه بيبقى له شكل حلو قوي على فكره. وتعالوا نشوفوا ايه حكايه الخضار مع العجينه حالا، بس بعد شويه عشان يبقى شكله حلو هيعجبك. حاضر حاضر اهو 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 ايه الحل؟ لسه لسه اهو، هو ده لسه، ده لما يتعرض للنار هياخد شكله الطبيعي اهو اهو. بصلايه مع السجق كده. ايه اللي انت حطيته الاخضر ده؟ ده نعناع. بحب دايما النعناع، اخواننا اللبنانيين الشوام دايما النعناع، دايما النعناع والفليفر، روزماري، زعتر، بيشارك في الاكل، بيرطب الجهاز الهضمي، بيرطب الكولون، بيرطب المعده، بيدلعها. مقادير العجينه على الشاشه بتاعه الفطيره عباره عن دقيق، رشه ملح صغيره، وميه دافيه، عينيا الاثنين. حاضر، تعالوا مع بعض نجهز العجينه بتاعه الفطاير بتاعتنا عشان دي فيها شويه شغل كده مع بعض. بنوسع كده، نجيب النشابه، والعجينه دي تتقسم نصين، نص فوق ونص تحت. اللهم صل على النبي. عجينة عادية خالص بتاعت فطاير، بس أنا حابب إن أنا أعملها النهاردة بطريقة جديدة أهو. بالنص كده
حلو قوي. فرصة واحنا شغالين كده مع بعض، فرسان التلفزيون المصري للأساتذة المصورين حبايبي، احنا بنعمل دايما عجين كتيرة او معجنات، سواء بنعملها فطاير او نعملها بيتزا. في أمارة هنا وفي علامة تقول ان العجينة واخدة المواد السائلة بتاعتها مظبوطة زي الفل، والعجينة ناجحة معايا حتى لو دي ما فيهاش خميرة على فكرة، دي فيها سنة بيكنج باودر. ايه العلامة؟ لما تفتح العجينة وتقطعها بالسكينة نصين كده يبقى في مسام اسفنجية، يعني المسام الاسفنجية دي كده اللي باينة على الشاشة دي كده، التفاصيل عندنا اهي، تعرف ان العجينة زي الفل معاك بالشكل كده. حلو. بعدين ما تدوسيش عليها كتير طالما نفرتها. ليه يا عم الشيف؟ عشان تتفرد معانا. عجينة سبتها تريح وزي الفل، مفروض ان النشابة تعدي عليها. حلو الكلام. ما تقعديش بقى بايدك كده تهرسيها جامد علشان تعرفي تفرديها بسهولة خالص. نفرد العجينة دي كده، بتريحك في الفرد. عندك بقى اولادك الصغيرين هيخشوا فرحانين بالعجينة، يا ماما العجينة دي تعملها ايه، ويقعدوا يلعبوا فيها بايديهم كده، هتيجي تفرديها هتتعبي معاها شوية، ويمكن ما تتفردش معاكي كمان. شفت العجينة بتفرد لوحدها ازاي؟ معانا صينية هتخش الفرن دلوقتي. اللهم صل على النبي. هفردها زي ما انا عايز، زي ما انا عايز، تاخد تدي معايا. اوسع عليها بس كده زي الفل، واجي اقلبها كده العجينه. واخدها كده بالشكل ده كده. شفتي؟ انت بتفردها على اي حجم يا شيف؟ هو ده. انا عامل صينيه مجهزه هطلع بيها دلوقتي اوريها لحضراتكم بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. دي حاجه حلوه. انا من اساسياتي ومن اهدافي في البرنامج بتاعنا ان انت بعد الحلقه ما تخلص وتشوفيها على القناه الاولى هتقومي تعملي نفس الاكل. شايفين السجق؟ شايفين شكله وجماله؟ شخصيته في قلب الطاسه، بصلايه اتحمرت نزل عليها السجق زي ما هي كده، مش عايز توابل كتيره ده خالص، زي ما هو كده. زي ما هو السجق بالشكل ده، الطعم ده والحلاوه دي كده. اغطيه تاني واسيبه يعيش مع نفسه شويه. تمام. عند الصينيه، شفنا الصينيه اهي، باخد العجينه كده وعندي صينيه زي دي كده اهو، بحطها هنا كده. حلو. واسيب سنتي داير ما يدور بره الصينيه. اقول لحضراتكم ليه في الاخر. واركن دي كده على جنب، وتعالوا نفرد العجينه التانيه واحنا مع بعض. الفطيره دي حلوه مش مكلفه، فيها خبره طهويه. فيها عملت عجينه فطاير عادي بدون خميره، تاخد سنه بيكنج باودر صغيره بس. ليه بيكنج باودر يا شيف؟ عشان تبقى العجينه هشه وحلوه، عامله زي البسكوته كده، ما تبقاش مكتومه. حلو. وذره ملح صغيره وميه دافيه والدقيق. وبنفرد العجينه ديت بنفس الحجم اللي فردناه الاول. معانا السجق، معانا الخضار بتاعنا، فلفل الوان متقطع، فلفل حار لو عايزاها، تحط لها شويه خضره ماشي من البقدونس من الكرفس زي ما انت حب. اللهم صل على النبي. لازم تفرديها بنفس الحجم اللي فردتيه الاول. صينيه كبيره معايا، معلش عشان معايا السجق كميه كبيره. اللهم صل على النبي. اخد العجينه دي اخليها كده وانساها شويه. وتعالوا مع بعض هنا. السجق اخباره ايه؟ نبص عليه. حلو قوي. ركز بقى شويه في الحته الاولى دي عشان دي مهمه جدا. احنا معانا في المقادير ومعانا في الاطباق بتاعتنا النهارده طبق مكرونه. ركزوا معايا، مكرونه بالجبنه، مكرونه بالجبنه، وهنعمل الجبنه دي صوص. انا معايا صوص هنا لطيف جدا. ايه المشكله لما اخد الصوص اللي معايا ده كده واستخدمه في طبق المكرونه؟ هيقول لا، بالعكس هيزيدها محبه. دي الخبره الطهويه. تركيا اهي 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 اهي، خدتنا للنور. شايفين السجق بالشكل ده كده؟ تمام. هاخد فلفل الالوان بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي، ينزل كده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ دي بيتزا، سميها زي ما تسميها، احنا ما عملناش اختراع ولا حاجه. مش
شفت الخضار ده كده بالشكل ده كده. زي الفل كده تمام. حلو اهو بالشكل ده كده. جاي لي السؤال دلوقتي من الكنترول. حلو قوي، ليه حطيت زيت يا عم الشيف على ورقة الزبدة مع ان ورق الزبدة ده ضد الفرن؟ انا حاطط عجينة وعايز العجينة دي تبقى قرمشة وما فيهاش خميرة، فلما اجي اكل الاقي العجينة من تحت فيها كريسب كده ومقرمشة، ايه اللي هيخليها كده غير معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم تحت العجينة؟ ودي معلومة حلوة. شفتوا الخلطة دي كده زي الفل يا عم الشيف اهوت تمام، مكعبين من الزبدة على وش الخلطة دي كده. عايزك تعمليها لاولادك البيتزايه ديت او الفطيره ديت هتعجبهم قوي على فكره. ركزي بقى هنا عندي شويه صوص هنا كده حلوين اهمت، انا ممكن استفيد بهم في حاجه تانية دلوقتي. ايه يا عم الشيف، اخليهم على النار كده واخد شويه ميه من دول كده واعمل صوص حلو قوي. ركزي بقى عشان التركيه دي ولا جت على بالي دلوقتي. معانا جبنه اهي، جبنه شيدر، بسيح الجبنه دي كده. والجبنه بتسيح دي يا عم الشيف بعمل ايه؟ باخد من الدقيق كده معلقه صغيره، حاجه حلوه لطيفه هعملها الاولاد هيحبوها. خدت شويه حليب شويه دقيق شويه جبنه عندي شيدر، كاني بعمل وايت صوص خفيف وانزل بومنا كده. شفت الجو ده كده اهو، دعبة الجبنة مع الوايت صوص. هاخد الصوص الحلو ده كده وانزل بيه دلوقتي على وش الايه؟ وش السجق بتاعي. يا حاج عفاف ازيك؟ ازاي يا شيف احمد؟ اهلا وسهلا يا اختي. لا اختي انا عندي 71 سنة يا شيف احمد. ده انت اختي وتاج راسي. الله يخليك. ربنا يديك الصحة، ربنا يديك الصحة يا رب وطولة العمر. الله يخليك. انا زي والدتك يعني. انا أموريني. أنا كنت بس عايز أقول لك كل سنة وأنت طيبة عشان عيد ميلادك. وأنت طيبة. أنا حاولت أكلمك بصراحة يوم 30/6 بس ما عرفتش أوصل، ما عرفتش أوصل لك. وصلت الرسالة. الله يخليك. كنا إجازة، وصلت الرسالة يا أختي والطيبة. ربنا كده منور الشاشة ومنتظرينها في العيد الكبير إن شاء الله. بإذن الله تعالى يا ست الكل، بإذن الله. أشكرك. بتعمل إيه يا شيف؟ شفت الخلطة دي بقى كده؟ هو ده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ شفتي بقى ده كده؟ انا عارف الالوان دي بيحبها شفيق. دي جبنه مع وايت صوص نزلت اهيت على وش السجق اهو، معاها زبده، معاها خضار، فلفل الوان، يعني فيتامين سي، يعني بروتين حيواني، كل ده في قلب الفطيره بتاعتي زي ما هي كده يا عم الشيف. وعندي العجينه فاكرينها اللي احنا كنا فردينها من شويه اهي. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوه اخدت زي ما هي كده، هو ده الكلام. ونعمل حاجة اسمها ايه بقى؟ مشدولة. ايه المشدولة دي يا عم الشيف واحنا مع بعض كده؟ اعلمك تعمليها اهو. اللهم صل على النبي كده اهو. دي زيادة. عيني اهو. مشدولة دي كده مهمة اهو. نشيل دي كده من هنا. سيبوني اعمل المشدوله دي كده وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نروق الكاونتر بتاعنا ونشوف مع بعض ازاي نعمل مكرونه بالوايت صوص لاولادنا الحلوين، علشان كمان الاجازه جايه فلازم نعمل لهم اطباق مكرونه تشد انتباههم. وممكن اللي مش يحب ياكل اللحمه يبقى احنا عندنا كام نوع مكرونه للاولاد الحلوه، خاصة المكرونة بيحبوها زي المكرونة بالجبنة. ما ننساش طبق مكبلات هنعمله مع بعض النهاردة زي الفل. طبق المكبلات اللي هنعمله النهاردة الفاصوليا البيضة. الفاصوليا البيضة على فكرة احنا محددين كمان إقامتها ما بين هي تتعمل بالطماطم أو بالدمعة أو باللحمة، إن احنا نعملها نوع من أنواع المكبلات مع طحينة مع كزبرة وفليفر وعصير ليمون، دي حاجة جديدة. خلينا نشوفها بعد الفاصل. هتروحوا جاي تتابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. التركية الأخيرة عندي طبعا الفطيرة سخنة، حطيت عليها العجينة، شفنا ازاي عملناها مشدولة من الأطراف
عندي صفار بيضة بحط عليه شوية حليب شوية فلفل شوية ملح، ده الطبيعي. بمسك العجينة كده أروق عليها عشان العجينة دي أنا عايز أكلها، يعني الفطيرة دي ممكن إن هي ما تخليناش نجيب عيش من الطابونة، نكتفي بالعيش اللي موجود فيها. ولادك مش حابين العيش هتقدم معاها شوية رز أبيض أو شوية مكرونة بالجبنة اللي هعملها دلوقتي، تبقى لطيفة وجميلة زي الفل. حلو. خلينا بقى، عندك حبة البركة، عندك سمسم، تعملي حاجة حلوة قوي، تحط عليها اللي انت حباه. أنا معايا بصراحة شوية سمسم حلوين، وأنا بحب السمسم دايما على المعجنات. ما سيبناش حاجة كده، تطلع شكلها لطيف وجميل زي الفل. درجة حرارة الفرن كام يا عم الشيف؟ 180. هندخلها الفرن دلوقتي بالشكل ده كده، ولكن نظبط درجة حرارة الفرن علشان العجينة اللي معايا دي تستوي من فوق ومن تحت خالص يا فندم. أيوه، هناخد كده زي الفل، وناخد دي كده مع بعض. معانا الكب كيك، خلي بالك الفرن هنا لازم درجة الحرارة بتاعته تناسب كل حاجة. أيوة، بص عليها كده بصة حبيبنا، أهو زي الفل. معانا كب كيك ومعانا العجينة الحلوة، عجينة الفطاير أو نقول فطيرة السجق الجمال. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. يلا تعالوا مع بعض نشوف إزاي هنعمل مكرونة بالجبنة، ومعانا كمان الفاصوليا نوع من انواع المقبلات. في الفاصل للامانه انا خلصت العجينه، مخرجنا قال معاك يا شيف تقريبا ما بين 12 و13 دقيقه، فلازم ان انا اكسب وقت. بعد اذنك يا استاذه ريحان نشوف مقادير المكرونه بالجبنه، المكرونه بصوص الجبنه. المكرونه حطيناها في الميه المغليه بنسلقها، ميه مغليه زيت ملح اهو، والمكرونه هنا بتتسلق تقريبا نص سوا. هنبدا نشتغل مع بعض في صوص الجبنه بتاعنا اهو. طاسة على النار حلوة أوي، وعايز أعمل شوية صوص جبنة جامدين جدا. بنحط الدقيق بالشكل ده كده، والمقادير على الشاشة: زبدة، جبنة، حليب، مكرونة. نحط الزبدة دي كده، حلو، ونسيح الزبدة مع الدقيق بالراحة كده لغاية لما الزبدة تشرب الدقيق والدقيق يشرب الزبدة. وأنا واقف كده، انا مش عايزه يتحمر، انا مش بعمل بشاميل، انا بس مجرد ما الزبده تدوب مع الدقيق كده اهو بالشكل ده كده حلو. خليه على النار الشديده دي كده، تظهر لحضراتكم اهو. ليه حطيت دقيقه يا شيف مع الجبنه؟ علشان تديني القوام بتاعي لما تيجي تعمل صوص الجبنه، سواء موزاريلا، سواء جبنه شيدر، جبنه ريكفورد، جبنه كاشكاي، دي كلها انواع جبن بتستخدم في الاطباق بتاعه الاكل دون الاعلان عنها. يفضل انك انت ايه تحط شويه دقيق مع الحليب علشان تديك القوام. شفت الجو اللي انا عملته ده؟ زي الفل. هنجيب مضرب حلو كده، معانا الحليب، اللهم صل على النبي. صوص الجبنه ده دايما الاولاد بيحبوه، فانا قدامكم اهوت بنعمله مع بعض اهو، ونقلب، اللهم صل على النبي. يلا يلا القوام طلع معايا زي الفل. هجيبها كده الناحيه دي، معلش التقليبه دي مهمه لغايه لما اتاكد ان الدقيق داب كله مع الحليب. شفت القوام ده كده انا عايزه. ولازم البشاميل يتقل مع المضرب عشان يتفك من بعضه الدقيق ويديني القوام ده كده بص عليه، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه شفت الحلاوه؟ ننزل بالجبنه بتاعتنا، اللهم صل على النبي. هو ده زي الفل، ونسيبها على النار مع شويه حليب كده. ده صوص الجبنه بتاعنا بشياكه بس خلاص. شفت ازاي صوص الجبنه يتعمل بسهوله خالص؟ انسى ان البشاميل يتقل منك او ان هو يكلكع منك، خلاص المرحله الصعبه عدت. وانت بتعملي البشاميل تاني، المعلومه اللي بقولها دي معلومه مهمه جدا اهو مع الشاشه، لازم تضربي الدقيق بالمضرب مع الدقيق والحليب لغايه لما يديك القوام اللي يلم كله مع بعضه في قلب المضرب، يمسك في المضرب، تعرفي ان الدقيق ساب من بعضه. ما انتظرتيش وما صبرتيش عليه هتلاقي البشاميل ده كلكع منك وشكله وحش جدا، مبرغل بيسموه، ف
في قلب السفره بتاعتك او في قلب المكرونه او في قلب الصوصات. اه شايفه المكرونه؟ اه المكرونه هتنزل دلوقتي على الصوص ده كده ونقدمها بقلف انا وشيف. عايزاها سبايسي بتحط لها شويه شطه، عايزاها سبايسي سنه بتحط لها فلفل اسود عادي مجروش او فلفل ابيض، ما تحطيش ملح اه خالص. اه الجبنه طلعت اهي زي، بص على الفرن بصه كده، بص على الحلاوه. اخبار الفرن ايه؟ اه العجينه بتاعتنا والكب كيك في الفرن تمام، ودرجه الحراره مظبوطه تمام زي الفل اهو. يلا تمام، ننزل بالحليب كله. المكرونه دي هيحبوها الاولاد على فكره. اه 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 ناخد المكرونه يا عم الشيف تنزل مع الجبنه دي تكمل سواها، هو ده الكلام بقى. تقوم المكرونه تاخد من طعم الجبنه واحنا شغالين كده مع بعض. اه ما تسلقيش المكرونه سوا كامل، لا خليها تستل تكمل سواها في قلب الصلصه اللي انت عاملاها. ممكن الصلصه دي تكون صلصه طماطم، ممكن يكون وايت صوص بالمشروم، اه وايت صوص بالبيستو صوص اللي هو الريحان مع اللوز، وايت صوص باللوز زي ما انت عايز. اهو ناخد ده كده، اللهم صل على النبي. اخبار المكرونه ايه؟ بص عليها، هو ده اهو القوام ده اللي انا عايزه. اه يلا بينا، يلا بينا يا شباب، صباح الفل. اه اه ناخد دي كده زي ما هي، اهي شويه الميه دول عايزهم. اه تنزل قلب المكرونه، اللهم صل على النبي. مكرونه بالجبن اه، ونسيبها. تعالوا مع بعض نشوف مع مقادير الفاصوليا البيضاء هنعملها ازاي مقبلات. مكرونه بالجبنه مش بتتكلم طلياني، طلاينا معروفين بالباستا طبعا بانواعها كلها. شفت الجبنه الشيدر بتاعتنا، ممكن تكون موزاريلا، ممكن يكون اي نوع جبنه احنا حابينه. تنفع جبنه رومي يا شيف؟ تنفع جبنه رومي بتاعتنا العاديه خالص تبقى زي الفل. تجيب الجبنه والمقادير على الشاشه بتاعت الفاصوليا. فاصوليا بيضة مسلوقه واتحطت في الثلاجه تبريد، معانا طحينه، معانا زيت زيتون، معانا عصير ليمون، كل دي المقادير. شايف المكرونه اهي 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 تكمل سواها كده. نعمل حاجه لطيفه بقى وفي سرك، شايفه ميه سلق المكرونه دي كده؟ هو ده هو ده. يلا نسيبها مع بعض، تعالوا مع بعض نعمل الفاصوليا بتاعتنا. اه انا عايزك في المطبخ كده زي شيف المغازي شاطره، ما تجيبيش بقى المكرونه احتاجت شويه ميه اجي جاريه وجايبه ميه من الحنفيه او ميه من البراد، لا ميه سلق المكرونه هي اللي هتنفعك. اه اللهم صل على النبي. خليها هنا دي كده، وناخد الفاصوليا البيضه الحلوه بتاعتنا، معانا توم حلو، معانا الطحينه بتاعتنا، معانا عصير الليمون زي الفل. طبق المقبلات ده بهديل كل حبايبي اللي عندهم مشكله مع الكولون مش بيحبوا ياكلوا الفاصوليا، من النهارده ناكل الفاصوليا بالطريقه دي سهله خالص. الطحينه والكمون هيخلصنا من مشاكل البقوليات زي الفاصوليا زي الفول زي الحمص. معانا كمون حلو لسه مطحون ناعم حالا دلوقتي. البهارات بتاعتنا كمون وملح وبس. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. الخلاط اخباره ايه؟ نأمن عليك الاول، هو ده. ناخد الفاصوليا زي ما هي كده تنزل في قلب الخلاط. يا شيف الفاصوليا دي بنعملها مع صوص طماطم، انت بتعمل فيها ايه؟ اصبر على رزقك شويه. اهي زي ما هي كده، يلا ده شيف والله. هو ده شفت فاصوليا اهي، فاصوليا اهي حطيت وانا بضرب الفاصوليا في قلب الخلاط. للناس اللي عندها مشكله مع الكولون تاكل الفاصوليا بالطريقه دي هتعجبك قوي على فكره. حطيت نعناع، والنعناع مفيد للجهاز الهضمي ومفيد للكولون، مع الكمون دلوقتي. الله الله ايه الشكل الكريمي ده، نحط شويه توم حلوين
هنحط الطحينه بتاعتنا، الطحينه اهي عليها. قولوا معايا بقى كده بصوت عالي، يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. وحقوق الطبع لدينا، بس شويه الملح التمام، شويه الكمون الحلوين زي الفل، للامانه سن البابريكا، ونضرب كل ده مع بعض. خلص الكلام، اللهم صل على النبي. يلا بص بقى على الحلاوه، بص على الحلاوه وصل على الحبيب قلبك يطيب. ادي الفاصوليا دي كانت من شويه، حبوب ناشفه من ساعه زمن تقريبا، يعني لو حسبنا الطيب بالظبط كنا نعينا من بالليل، اتحطت على النار استوت زيها زي الفول، كانك بتسلقيها يعني، هتعمليها بصوص طماطم. سيبناها في الثلاجه لما تبرد، خدناها ضربناها في الكبه مع عصير ليمون مع زيت زيتون زي ما شفنا مع بعض، مع نعناع اخضر مع توم طازه بالشكل ده كده اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي يا محترم. زيت زيتون بقى نغرقها مع رشه كمون على الوش. الطبق ده لو تسمعي كلامي دايما تعمليه لاولادك، فاصوليا قيمتها الغذائيه عاليه جدا، خاصه للسيدات الحوامل، ربنا يقومهم بالسلامة، مفيدة جدا. زي ما هي كده يا عم الشيف، هناخد زيت زيتون نحطه عليها. بس اعمل حاجة حلوة قوي قبل زيت الزيتون للأمانة، يعني شفت شوية دول الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. ليه يا عم الشيف؟ علشان اللي يشوفها يعرف ان دي فاصوليا، افتكرهاش دي حمص. زيت زيتون عليها، اللهم صل على النبي. المكرونة بتناديني، زيت زيتون ألف هنا وشيفة ليه اللي هياكل منها. حاجة جديدة ها؟ يعني متعودين طبق الحمص يتعمل كده، طبق البتنجان، إنما فاصوليا الشيف عمل لنا الفاصوليا وعمل لنا الأفوكاتو، حاجة حلوة أوي. تعالوا مع بعض نغرف المكرونة بتاعتنا، اللهم صل على النبي. معانا مكرونة جاهزة للتقديم. الله الله. مكرونة بالجبنة. الأخبار إيه؟ هو ده. بص عليها بص عليها، بص على الحبيب وصلي. صلي على الحبيب. لسه عايزه مني حاجه بقى، ايه هي؟ وانا واقف في مكاني مش هزود لا حليب ولا ازود اي حاجه، هي ميه المكرونه اللي بتغلي جنبي. نشفت مني، اعمل ايه؟ اعيط؟ حط ايدي على خدي وانا معايا الشيف المغازي خالص. ميه المكرونه اللي بتغلي جنبي اهي، اخدها زي ما هي كده. واقدمها في الطبق بألف انا وشيفها في المركب ده. حلو، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ جبنه فين؟ سايحه في قلبيها. الوايت صوص دي زبده حليب. عندك ريحان اخضر حط على الوش ريحان اخضر. عندك بقدونس مش حابه الريحان حط بقدونس زي ما انت حابه. اللهم صل على النبي. نعم ممكن نحط لها جبن، نحط لها لحمه، عايزين دجاج ماشي، عايزين مشروم ماشي، بس هي دي بالجبنه بس كده، انا بحبها بالجبنه كده من غير اي حاجه خالص. نشوف الفرن فيه مع بعض كده، اللهم صل على النبي. ايه الاخبار يا شباب؟ الكب كيك ناسيينه على فكره، بس ما اتحرقش، المال الحلال ربنا مبارك فيه، نطلع الكب كيك بتاعنا زي الفل. اللهم صل على النبي. تعالى يا غالي، هو ده الكب كيك اللي احنا حطيناه من البدايه خالص، فاكرينه؟ وعندنا الفطيره بتاعتنا في الفرن تتحمر، نغرف الكب كيك ده كده، اللهم صل على النبي. طبعا اللي ما حضرش من الاول خالص هيقول ان الكب كيك ده بالبرتقال، احنا لما بنعمله بالبرتقال بيطلع بنفس الشكل، احنا عاملينه بدقيق البطاطا ترشيدا للدقيق، وفي نفس الوقت كمان حاجه جديده للاولاد الحلوين ياكلوها مع بعض. الله. طبعا ده سخن، خلي بالك البطاطا غير الدقيق،
عامله زي الغريبه كده، بتاخد وقت شويه لما تبرد اهو بالشكل ده كده. عندك سكر بودر تحطيه على الوش، قرفه ناعمه حطيها، عايزه تحطي جنزبيل مع البطاطا تبقى حلوه حطي زي ما انت عايزه. ولكن الفكره كلها ان انا اعمل ازاي كب كيك بطريقه بسيطه وسهله زي ما شفناها مع حضراتكم دلوقتي. معانا السكر البودر، حاجه جديده يا شيف. خرجنا الجميل، قول معايا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. قرفه ناعمه، حاضر عينيا. ممكن تحط الشوكولا باودر عادي، الشوكولا الباودر دي موجوده اللي هو الكاكاو يعني. ده اختياري، كل ده اضافات من الشيف. الفطيره اخبارها ايه يا شيف؟ معانا وقت قد ايه يا استاذه حبايبي؟ الاخراج الناس الحلوه معانا، التايم قد ايه؟ حلو. كب كيك على الشاشه عملناه بدقيق البطاطا او بالبطاطا المسلوقه، دي معانا بطاطا حلوه اهيت. لو ما عندكيش الدقيق البطاطا بتجيب البطاطا دي تسلقيها زي ما هي كده بالقشره بعد غسلها جيدا، وبعد ما بتتسلق بنعمل ايه؟ بنسيبها لما تبرد خالص ونقشرها، دي طريقه. الطريقه الثانيه نقشرها ونقطعها زي البطاطا العاديه ونستخدم شويه ميه قليلين جدا. الميه اللي هي على قد السله عشان ما ينفعش ان احنا نصفيها من الميه، وبعد كده نستخدمها نفس الاستخدام اللي انا استخدمته من شويه، ده بديل يعني. تعالوا نطلع الفطيره مع بعض بسرعه. لا لا لا، فطيره تتكلم مصري، لان السجق بايادي مصريه وبخبره مصريه ومن جزار حبيبي. اهو ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ اهي ده تدلعها دي يا شفيق، دلعها. الفطيره دي تستاهل التقدير وتستاهل الدلع. ايه الحلاوه دي؟ زي ما هي كده، اللهم صل على النبي. سامع الصوت ده؟ سامع الصوت ده اللي جوع ده؟ سامع الصوت ده؟ تبص على الحلاوه، تبص على الحلاوه، تصلي على الحبيب قلبك يطيب. شفت الصوص الحلو ده كده؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ نعمل حركه كده لطيفه. احنا شغالين عادي خالص. زي الفل. الف هنا وشفه للي ياكل منها، عشان تجيب التفاصيل من جوه. نعمل لها ورده حلوه عينيا. طبعا شفنا مع بعض المكرونه بتاعتنا بالوايت صوص والجبنه، عملنا طبعا متبل الفاصوليا البيضة، شفناها عملناها مع بعض ازاي. كب كيك حلو جدا بالبطاطا الحلوه للاولاد الحلوين. الفطيره بتاعتي الجميله اللي بتتكلم مصري فيها حشوات كتيره، يعني هرم غذائي، رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.